انا حسب قراءتي ومتابعتي لفريق سان داونز، يمكن انت من اهم وافضل محللي الاداء اللي موجودين في قاره افريقيا، ومع نادي سان داونز ليك دور مهم جدا سواء مع الجهاز الفني او حتى في فكره السكاوتنج واللعيبه اللي بتيجي من بره. عايز اعرف الدور ده بتقوم فيه في نادي سان داونز باي شكل، وايه الامور اللي انتوا بتنظموها مع نادي سان داونز سواء في المباريات او حتى في اطار السكاوتنج والصفقات والتعاقدات اللي بتعملوها. مبدئيا أود أن أشكركم، وخاصة بالاعتراف بدورنا في تحليل الأداء، فهو شيء جيد. الإدارة الجيدة تعطينا أهمية وتعطينا كافة الإمكانيات، ونقضي أوقات كثيرة نتابع المباريات والفرق المختلفة، وكل محلل أداء له مهام معينة، ونتابع الفرق المنافسة وتحليل أداء هذه الفرق لتقييمها، ونعطي تقييم بشكل عام لأداء الفرق المنافسة، ونضع بعض المعلومات ونضع الأهداف التي نود أن نصل إليها من خلال المباريات، ويمكن أن نحسن أداء الفرق وتصحيح الأخطاء. فيما يتعلق باللاعبين الجدد، كيف يمكن أن أقول، هناك الكثير من التفاصيل التي ننظر إليها، وهناك الكثير من اللاعبين الدوليين الذين ننظر إليهم لجلبهم ولانضمامهم إلى الفريق حتى نصل إلى ما نربو إليه من حيث مستوى الفريق، لنصل إلى أن يكون على المستوى المنوط به والمطلوب منه. تمام. طيب دي جزئية مهمة جدا، بس أنا برضه عايز أسألك يا جولان بخصوص أنتم المرة دي هتقابلوا موسيماني المدير الفني السابق لسان داونز، هو المدير الفني الحالي للنادي الاهلي، هل ده بيصعب من المهمه بالنسبه لك بما انك محلل الاداء، ولا بالنسبه لك بيكون اسهل بما انك عارف افكار موسيماني وطريقه تفكيره وطريقه خوضه للمباريات تحديدا؟ لا أعتقد الأمر سهل أو صعب، أعتقد الأمر سيكون أكثر إثارة للانتباه لأنه نعرفه من قبل، لكن أعتقد أن الأمر سيكون مثير للانتباه، فهي معركة مثيرة لأن نرى كيف تقدم وكيف تطورت طريقة اللعب وكيف تم تحسينها لنصل إلى الهدف، وأن نلعب بالمستوى المطلوب، وأن نضع كافة مجهودنا في هذا الإطار. نحن عملنا بشكل جيد، ونود أن نؤكد أننا على استعداد لأن نقدم أفضل ما لدينا.